بسم الله، أهلا بيكم في درس جديد من دروس اتعلم أمريكي. طبعا وصلت لكم الرسالة آخر مرة، البوست اللي أنا نزلته على الفيسبوك بقول لكم فيه إن أنا آسف. أنا كنت فاكر إن الموضوع سهل وإن أنا ممكن إن أجيب كاميرا أوصلها على لابتوب. طبعا أي كاميرا وأي لابتوب يتوصلوا على بعض ونخش على اليوتيوب وندوس لايف ستريمينج اللي هو يعني مباشر على الهواء، يقوم على طول انا واقف قدامكم واشرح لكم الدروس مباشر، وبكده انتوا ممكن على طول تتفرجوا عليا مباشر. وبعدين بعد ما نخلص الدرس انا وسن ان شاء الله نقوم بقى نقول لكم على السكايب بقى كلمونا واتصلوا بينا علشان نتكلم معاكم، اصلح لك الانجليزي، تقول لك هي المفروض تقول ايه، بنتكلم كذا ازاي، اشرح لك شويه، هي اكلمك شويه، وهكذا. فكنت متصور ان الموضوع سهل كده وبسيط وعادي يعني. بعدين اتضح ان الموضوع اكبر من كده، ان لازم تجيب كاميرا معينه بمواصفات معينه، طبعا رحنا عليها ورجعنا كذا مره، ولازم تجيب كمبيوتر في حاجة كده خاصية معينة، ولازم تجيب كارت حاجة كده واصلة ما بين الكاميرا وما بين الكمبيوتر، زي كارت كده بتوع الناس اللي هم بيلعبوا جيمز يعرفوه، علشان ينقل الصورة كويس. ولازم تكون كمان النت ليه سرعة معينة يعني من الآخر، وإضاءة معينة وحاجات كده يعني من الآخر. أنا هصمم استوديو في الأوضة بتاعتي دي، وأنا الشقة أصلا عندي كلها أوضتين وصالة، فأوضة منهم هتبقى استوديو كده يعني، ونقعد إحنا بقى في بقية الشقة لوحدنا يعني. المهم اللي يبدأ حاجة وينوي خير ويعمل حاجة لله، مش المفروض إن في أي حاجة توقفه طالما هو نوى ورمى توكله على الله. فأدينا أهو عمال كل شوية نتعمق أكتر ونتبحر اكتر لغايه ما ربنا يسهل. والاثنين اللي فات يعني السن بقالها اسبوعين، اخر اسبوعين دول بتعمل معايا مجهود جبار يعني. تخيلوا احنا بنقعد، انا بقالي شهر ما خدتش اجازه، يعني بنقعد بال 11 ساعه نفضل قاعدين نظبط ونعمل ومش عارف، ونتصل طب نجيب دي كذا، طب نعمل مش عارف ايه، ونروح واخدهم ونرجع يعني انا اسف مش عايز ادوش دماغكم، بس انا بعتذر لكم. الموضوع فعلا ما طلعش زي ما انا كنت متصور، بس الحمد لله احنا جربناها اخر مره والحد كبير قوي، ان شاء الله ناجحه. عايزين بقى نعمل شويه اختبارات اكتر، ونعمل ندي درس ونشوف زي بروفا اللي احنا بنقول عليها بروفا، وندي درس، ولسه كمان عايزين نعمل سكاي بي ونجرب. وطبعا لازم ده يبقى على لابتوب، على كمبيوتر تاني غير الكمبيوتر اللي احنا هنستعمله، لان مش هينفع الاثنين يعني، التحميل هيبقى كتير، فلازم يبقى، والتاني طبعا لازم يبقى فيه خاصيه عربي عشان اعرف اقرا او اعرف ارد، او يعني هنحاول. عشان كده قلت انت مستعجل ليه؟ ادي لنفسك وقت اكتر شويه، بحيث لو عملته الدرس طلع مظبوط تمام، يبقى لما نيجي نجربه فيكم ان شاء الله يبقى ان شاء الله تمام زي الفل، وتقدروا ان شاء الله تستفادوا، وربنا يا رب يسترها علينا ودعواتكم معانا. وطبعا يعني ده مش معناها ان ان مش هتحصل جايز حاجه كده ولا كده، فاحنا يعني بنجرب في بعض يعني، هنستحملونا شويه يعني، احنا بنجرب في بعض وبتاع لغايه ما ربنا يسهل، ونحاول ان احنا نعمل حاجه الحمد لله كده الواحد يجي قدام ربنا كده يفتخر بيها، تبقى ان شاء الله كويسه باذن الله. سوري على المقدمة الطويلة ديت، بس يعني حبيت أعرفكم إحنا فين وبنعمل إيه. الحمد لله رب العالمين إن الدروس يعني عجبتكم، وإن أنتوا بتستفادوا، وإن في حد ولو واحد فقط بيستفاد، يبقى الحمد لله ما راحش في الهواء. إحنا دلوقتي في الدرس ال 15، اتكلمنا في الدرس اللي فات على قعدت بقى كلمتكم مره على العملات، واتكلمنا على حرف الكي اخر مره، اسمه ايه حرف الايه
الكي حاول تنسى شوية طريقة النطق اللي انت اتعلمتها في البلد عندك، علشان مثلا انا كمصري اسمه كي، لا كي كي كده كي. هناخد حرف جديد النهاردة، لمحت عليه المرة اللي فاتت وقلت لكم ان مثلا يعني العرب جاي معرفش بينطقوا ازاي، بس برضك قلت لكم المرة اللي فاتت ان المصريين بينطقوه بشكل سهل زي ما بينطقوه في لغتهم. يعني احنا بنقول كاف يبقى كي مش كي كي. فالحرف الجديد اللي هو حرف سوري مش عارف ليه الحاجات بتقع، حرف اللام. المرة اللي فاتت كان حرف الكاف الكي، المرة دي حرف اللام. وحرف اللام في اللغة الإنجليزية اللي هقوله دلوقتي يعني يعني ملوش قصة ولا حاجة. يعني أنت كنت حرف الكي كان كل قصته إن هو بيتنطق كاف بس، مش زي السي مرة يتنطق كاف ومرة يتنطق سين، لا الكي بيتنطق كاف فقط. طيب ايه فكرته يعني لما هو بيتنطق كاف فقط؟ ان هو بس بيقول لك خلي بالك، مثلا زي ما قلنا المره اللي فاتت ان نو يعني يعرف، انما من غير الكي تبقى معناها ناو اللي هو الان، وانه ما بيتنطقش لو جه بعده حرف الان اللي هو النون، وده اللي هناخده ان شاء الله المره الجايه. واللي حبيت اقوله لكم ان بص يعني العربي عندنا يعني برضك لذيذ، يعني في سنه ذكاء. يعني حرف الان اللي هو نون، بص لما تيجي تقول نون تبقى نون واو نون، فانا اكدت ان هو حرف النون. لما بقول ميم بيبقى ميم ويه وميم، فانت سمعت الميم دي مرتين، فانا اكدت انه حرف الميم، وده اللي هقوله المره الجايه. انما الان لازم تاخد بالك انه بص الان بيتنطق مره واحده، ممكن يبقى ان وممكن يبقى ام. هقولها لكم بقى الامريكان بيفرقوهم ازاي بس الدرس الجاي ان شاء الله. انما احنا المره دي هنبقى في حرف بعد الكي، حرف اسمه ال. لا المصريين انا عارف بيقولوا ال ال كده زي اللام، ال زي ما بيقولوا ال حاجه كده، ال لا ال كده من تحت لسانك سنه ال كي ال. طب ليه قلت كده؟ لو انتوا فاكرين الدرس اللي فات كنت قلت لكم ان كيل يعني يقتل، يعني يقتل كيل مش كل مش كل زي العرب لما يقول لك كل حاجه عندنا كذا كذا، لا مش كل كيل كيل يعني حرف ال. وفاكرين قلت لك لما تكون يعني مش حاسس انك كويس I don't feel good so I am ill، يعني مش حاسس اني كويس، انما sick يعني انا عيان محتاج اروح اشوف دكتور I'm sick انا عيان. فاكرين انا فرقت الموضوع ده؟ طيب ill يعني ايه؟ ill ده حرف اللام، وهو نفس الوقت ال اللي هو انا مش حاسس اني كويس نفس النطق. فعندك الحرف اسمه ال، يا ريت تحاول تنطق. فاكرين تدريب النطق؟ ارجوك اقفل على نفسك وانطق بصوت عالي. حاجه كمان قبل ما نخش في الحرف ده علشان انا ما انساش، انا ما بحبش احط كلام انجليزي وسط العربي، وخاصه لما بكون نازل زياره لاهلي في مصر، وان شاء الله الف الدول العربيه كلها واجي اقول لكم يا جدعان انا هنزل دوله كذا، مين موجود في دوله كذا يقدر ان هو مش يستضيفني، انا هروح اقعد في اوتيل طبعا. انما اجي اقول لي تعالى يا مستر افرجك البلد مثلا، يا رب ان شاء الله تحصل باذن الله. ف ما بحبش احط كلام انجليزي وسط العربي، احب اعتز بلغتي وان بلدي جميله وان كل بلادنا العربيه جميله، وان مش زي الامريكان. انا ليه احط كلمه، انا اعتز بلغتي، ليه احط كلمه وسط العربي؟ هو العربي قليل، هم الامريكان برضك ما بيحطوش كلام وسط الانجليزي، فانا ما بحبش اعمل كده، ومنظره ملهاش لازمه.
وان عشان اعرفك ان انا اعرف كلمات انجليزي. بس اول ما نيجي نقول لحضرتك اتفضل احكي انجليزي مع الشخص ده، تبص تلاقي نفسك بتحكي حاجات غريبة زي اللي بسمعها. في حالتكو دي، في حالتكو وفي الدروس بتاعت الكلمات اللي انتوا اتعلمتوها، انا هعكس الآية واقول لك لو سمحت حط كلمات الانجليزي اللي انت حفظتها وسط العربي، لان حضرتك هتنساها. لو فاكر انك انت ما نسيتهاش، انا بقول لك اهو هتلاقي نفسك نسيتها. مش هقول لك عشان انت ما بتراجعهاش، لا، علشان انت ما بتستعملهاش. فارجوك لو انت بتتكلم عربي وافتكرت كلمه من الكلمات اللي انت حفظتها، حطها مكان الكلمه العربي وحطها انجليزي علشان بس تفتكر. لو انت ما صادفتش انك بتستعمل الكلمه دي، اعمل زي حالاتي، هو جنان بس مش مشكله. كنت مثلا اقعد ايه اتكلم وجايب مع نفسي انا كده، اقول عايز النهارده مثلا اعمل كذا كذا كذا، نفسي اجيب مثلا عصفوره واحطها في كيجي كده جميل، بكلم نفسي عشان افتكر الكلمه ما انساهاش. وبحاول، بس النت عندنا من المطر او العواصف بايظه، عايز احط لكم كده بوست ترجمه بس بالصوت من المناظره اللي كانت ما بين هيلاري كلينتون. معلش لسه بقول لكم العواصف والمطر عندنا والرعد والبرق جامد، ضرب لنا معرفش عمل ايه كده، فصل كل حاجه ورجعت ورجع تاني الحمد لله، بس اهو اشتغل تاني اهو الحمد لله تمام. كنت لسه بقول لكم ان انا كنت بتفرج على المناظره اللي ما بين هيلاري كلينتون والسناتور دونالد ترامب، و يعني استمتعت جدا بالمناظره اللي كانت ما بينهم. وبحاول ان انا اقطع لكم حته واعمله لكم بوست ترجمه واشوفكم هترجموا الحته دي ازاي. بس زي ما بقول لكم النت مش مساعد، فان شاء الله في اقرب فرصه ننزلها كده ونشوف شطارتكم كده، الناس اللي بتعرف انجليزي او الناس اللي هي نفسها تسمع امريكي تشوف. وما فيهاش حاجه انك انت مش عارف او انك انت انا نفسي اتعلمت كلمه جديده، استامنا يعني قدره التحمل، فدي كلمه من الكلمات الجديده انا اتعلمتها في المناظره ديت. يمكن هي دي الكلمه الوحيده، الحمد لله الانجليزي بتاعنا كويس يعني متين يعني، بس برضك الحمد لله يعني. نحب ان احنا نشارككم برضك للناس اللي تعرف انجليزي شويه، يشوف هل هو يقدر ان هو يفهم جمله زي كده، فيبقى عنده فولو ويقدر يتفرج على حاجة مدتها ساعة مثلا ويقدر ان هو يفهمها. ان شاء الله هتوصلوا للمرحلة ديت، بس اتأسس صح عشان لما تسمع وتفهم وتعرف ازاي تتكلم وترد. هنتكلم النهاردة زي ما قلت على حرف اللام، حرف اللام في العربي اللي هو حرف ال ال اللي هو حرف ال ال حرف ايه؟ ال. فاكرين ام ال يعني انا مش حاسس اني كويس؟ ال هي نفس النطق، ال مش ال مش ال ال ال. اوكي، بيتكتب ازاي الحرف الكبير الكابيتال، وبيتكتب ازاي الحرف سمول او اللي هم بيسموه ابر كيس ولور كيس، اللي هو الحرف الكبير والحرف الصغير. الحرف الكبير واضح كده سهل جدا، حرف اللام خط كده وخط كده بس خلصنا، خط كده اهو وتقوم عامل كده، ده اللام. طب السمول، السمول بيتكتب ازاي؟ بنتكتب كده، ده كده كده، عشان هنا بيبقى فيه حرف وهنا هيبقى فيه حرف فبيشد كده. انما الحقيقه ان كلنا بنكتب حرف ال زي ده الكبير بس صغير كده، زي ده كده. شايفين حرف ال هنا؟ شايفين ده؟ شايفين ده؟ بيتكتب زي الكبير ده، عادة بنكتبه صغير كده. طب امتى بعمله كده؟ لما باجي اشبك الكلام. زي سن المرة اللي فاتت لما قالت لكم ان حرف الاي، فاكرين حرف الاي؟
كل حرف الاي بيتعمل كده، والصغير نقطة كده، والسين قالت لك انا بعمله كده. ليه؟ علشان بتشبك فيه حروف. فانا لما بكتب الكلام بنشبكه بالمنظر ده. بس انا لو عملت يعني انا قلت لها انا لو عملت كده انتوا مش هتعرفوا تقروا خطي، يعني انتوا كويس قوي ان انتوا بتقروا خطي عربي وانجليزي وهو مفرط كده. يا بالك بقى لو الـ الكتابه دي كانت مشبكه، مش هتعرفوا مش هتفهموا مني حاجه. فلما بنيجي نعملهم من بعض كده، نفرطهم من بعض كده، نبعدهم عن بعض، بيبقى حرف ال غالبا بيبقى بالشكل ده، زي الكبير زي الصغير، عامل زي اللام المقلوبه، عامل زي اللام المقلوبه. بس تبقى عارف انه لما بيشبك بيبقى بالمنظر ده. واخدين بالكم؟ لما بيشبك بيبقى بالمنظر ده. هنيجي في مره بقى نعمل لكم كده ايه؟ حصه او درس عن الحروف دي، لما بعد ما تحفظوها كويس الحروف دي لما بتشبك بيبقى شكلها عامل ازاي؟ يعني حرف يعني ده مثلا على سبيل المثال لو طلع كده وبقى فيه دايره وفيه مش عارف ايه، يبقى حرف البي الخفيفة اللي هو تاني حرف A B بيبقى شكله كده في دايرة كده وبتاع، يبقى حرف البي وهو مشبك. لكن انت ما تعرفلوش غير الشكل اللي هو ايه اللي احنا عارفينه اللي هو ده، اللي هو خطه فيه دايرة ده كده مش بني، اللي هو ده كده، ده انت عارف ان ده حرف البي. ما تعرفش ان حرف البي ليه شكل يشبه ده كده، وانا مش عايزك تعرف، انا كمان مش عايزك تعرف، انا عايزك ما تقعدش تحشر دماغك معلومات وانت مش محتاجها دلوقتي، انت مش بتكتب جوابات لحد يعني، وانت كله بقى على فم، ما تعقدش الدنيا بس تبقى عارف، يعني مش هيجرى حاجه لما تبقى عارف المعلومه. المهم ان حرف ال الكابيتال كده له سمول شبهه كده صغنطوط، ولما بيشبك بيبقى بالمنظر ده. سوري. الحرف ده اسمه ال، الحرف ده اسمه ال. اوكي، الساعة 3 الا 3 بالليل. حرف ال زي كلمات ايه؟ زي كلمة 11، مش 11، مش 11، 11 11 يعني الحادي 11، مش الحادي 10، عشان قعدت ابص عليها في العربي نقولها ازاي. 11، ايه الفرق بين 11 والحادي عشر؟ لقيت ان 11 ممكن اقول عندي 11 يعني 11 قلم من ده، لكن الحادي عشر في يوم، مثال اهو، في يوم الحادي عشر من اكتوبر مثلا حصل كذا كذا كذا. يبقى في حاجة اسمها في يوم 11 اكتوبر، يعني خلينا لغة عربية، 11 اكتوبر، لا احنا ما عندناش 11 اكتوبر، احنا عندنا يوم الحادي عشر من اكتوبر، صح كده؟ فيبقى في عندنا حاجة اسمها 11 حاجة، 11 من حاجة مثلا، وفي عندنا الحادي عشر. انا طلعت اخدت مركز الحادي عشر، لكن مفيش 11 واحد مني، مفيش 11 مني انا، لا ده انا حصلت على مركز مثلا الحادي عشر. يبقى عندك كلمتين، عندك كلمتين في لغتك، عندك 11 يعني 11 حاجة، وعندك مثلا المركز او اليوم الحادي عشر. فدي كلمة ودي كلمة في الانجليزي نفس اللغة، عشان تفهم بس لما تلاقي، هوريك انا دلوقتي، لما تلاقي دي تعرف ايه دي، يعني ايه الفكرة من انهم بيحطوها في ال 11 يعني 11. فانا مش عارف انتوا شايفين كده، اقرب وبعدين نبقى نرجعها تاني علشان ايه تشوفوا كويس، وبعدين نبقى نرجع السبورة تاني عشان تشوفوا كويس. ماشي، 11 يعني 11 او 11 اهو، 11
10. ماشي. طيب الحادي عشر مش 11. لو انا جيت بعد ال11 وحطيت التي اتش دي اللي هي بتتنطق ايه بقى هنا، زين ولا ثه؟ لا مش زين برضو، تاني ذال ولا ثه؟ لا بتتنطق ثه مش ذال، مش زي ذا كذا، لا ثه زي ثري كده. ماشي. لو انا جيت بعد الان ده حرف ده وزودت التي اتش دي بقت كلمة واحدة كلها، يبقى دوت الحادي عشر. طب انا ليه مش حاططها هنا؟ علشان اقول لك ان هم بيجوا في التواريخ ويكتب لك مثلا اكتوبر هو اكتوبر اللي احنا بنقول اكتوبر، هو اكتوبر بالانجلش برضه بس في حرف الاي. المهم بيتكتب لو ده الحادي عشر بكتب 11 كده اهو، 11 اهو، وبحط هنا فوق كده بالراحه تي و اتش. باينه؟ طب معلش، وبحط هنا صغير كده تي و اتش، فممكن يتكتب كده ككلمة واحدة على بعضها كده، وممكن يتكتب رقم ومعاه تي اتش، ويبقى ده 11 اكتوبر 11 او 11th في الثقلة 11th اكتوبر. بس احنا طبعا مش شمال لي اليمين، هنبقى نحكي القصة دي بعدين لما نيجي ناخد الأرقام بتاعت 21 22. احنا بنقول الواحد الأول والاثنين الأول، فنقول واحد وبعدين 20. لا هما بيقولوا 20 واحد، أو من الشمال لليمين، هنفهم لكم القصة دي بعدين. فيبقى أكتوبر 11. أنت مواليد كام؟ أنا مواليد أكتوبر 11. أكتوبر 11 ث مش 11 وتسكت عند النون 11، يبقى أنت بتقول 11. 11 ث في الث في الآخر أهي 11، يبقى الحادي عشر زي ما قلت، الحادي عشر من شهر أكتوبر مثلا، أو الحادي عشر المركز، أنا حصلت على المركز الحادي عشر. بتكلم فيها كتير ليه؟ عشان أنت لما تشوف ده الرقم ده وجنبيه تي اتش تعرف إن أنت بتتكلم على يوم أو مركز أو حاجة، وغالبا ما تلاقي قبلها شهر، أي شهر ومعاه 11 وتي اتش. ال اتنطق هنا ايه؟ 11. يبقى انا كده جبت لك كلمه مع رقم، يعني الدرس كومبو، كلمه حرف ورقم مع بعضيه كده. طيب نمبر 2 بيجي بعدها، لو زودنا 10 يبقى 12 بالفي. معرفش بقى هما في الانجليزي عندهم عقده كده من الفي والفي اللي هو الاف، وما بيعرفوش ينطقوه، فيقلبوه احيانا يا الاف يبقى في يا الفي تبقى اف، يعني مش عارف، انا ما بشغلش دماغي، يعني هما زي ما بيعملوا انا بمشي وراهم وخلاص. فانت عندك رقم 12، لكن انت لو جيت تقول الثاني عشر الفي اي ديت اللي بعد حرف ال اللي احنا بنتكلم عليه بتتقلب اف، بتتقلب حرف الاف. فاكرين الدرس بتاع الاف والفي ولا نسيته؟ طيب نذاكر، ده حاجات بسيطه، ده حرف بيتقلب ايه؟ اف، وبيتنطق 12 وتقف عند الف مش 12 بالف، مفيش تي اتش، مفيش 12th، ما فيش حاجة اسمها 12th كده، ما فيش دي 12 الثاني عشر اهو.
او برضو هقوم كاتب واحد اتنين واقوم حاطط تي اتش واقوم حاطط تي اتش بقت 12 اكتوبر 12 اوكي. ده الوحيد اللي عامل كده، ده الوحيد اللي عامل كده. بقيت الارقام يعني احنا عندنا بعد 10 فاكرين وقفنا عند رقم 10 10 بعدين 11 و 12 ليهم كلمتين تانيين خالص اللي هما 11 11 12 12 12 الثاني عشر. بعد كده كل الارقام شبه الدرس فاكرينه بتاع 3 فاكرين رقم 3 شبه بقيه الارقام لغايه رقم 9 لغايه رقم 9 واحد هم بعينهم 3 3 13 فاكرين 13 في نون اهي و30 30 او 30 فاكرين ممكن تقول الت وممكن ما تقولهاش فاكرين القصه دي. ارجعوا للدرس ايه بتاع الارقام انا نسيت هو كان الدرس بتاعي نفس الفكره 4 رقم 4 يبقى 14 4 وحط ايه تين فاكرين تفرق ازاي 13 من 30 ال 13 تين وال 30 تي من غير تين مفيش نون 14 برضو 4 تين طب 40 4 تي او 40 احنا امريكان هنا بنقولها 40 ما بنقولهاش 4 تي بنقولها 40 طيب 5 فاكرين ده ام احسن مثال فاكرين في الدرس ده للاف والفي 5 اف في 5 مش 5 بس لما اجي اقول 15 الفي ديت اتقلبت بقت في اللي هو الاف الفي اتقلبت بقت في بقت 15 بقت 15 مش 5 مش 15 5 15 يبقى انا عندي الرقم ده حالة خاصة وعندي الرقم ده حالة خاصة 15 طب وخمسين فيفتي فيفتي مش فيفي مفيش ده هنطق التي ما بنقولش فيفي يعني ده فوري لكن ده مش هينفع ان انا منطقش التي ده 50 يقول لك 50 50 نص 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 ونص لكن مفيش فيفي دي ده بنطق التي اساسي اوكي. بعدين عندك رقم 6 رقم 6 اللي هو ايه فاكرين 6 وقلنا السكس ده حاجه تانية وان السكس ده جنس والجنس مش معناها الحاجه الوحشه اللي في دماغك معناها نوع الشخص ده ذكر ام انثى ذكر ام انثى ولكن ممارسه الجنس او المعاكسه الجنسيه اللي هي سكشوال دي حاجه تانية اوكي زي مثلا المعاكسه الجنسيه دي اللي هي عادي في البلاد معرفش في مصر بقى او في اي بلد عربي معرفش هنا دي مصيبه سكشوال هراسمنت ديت عليها غرامة وسجن. فالمهم ان عايز اقول لك ان فاكرين الدرس ده ان رقم 6 6 انما الجنس ده كلمة تانية ونطق تاني ملوش دعوة بالرقم فاكرين القصة دي 6 6 طيب و16 16 16 طب و60 60
six, sixteen, sixty. Seven بالV, seven, فاكرين القصة دي؟ والseven up, مش seven up, seven up اللي بتشربه ده. وسبعتاشر, السابع عشر, seventeen. طيب وسبعين, seventy. طب وسيفني؟ ممكن. سيفني بيبول ممكن. 18 8 8 فاكرين 8 و 8 يعني اكل فاكرين القصه دي؟ طيب 18 و 80 فيها دال بقى شويه الامريكاني هنا هنا باينة هنا ولا باينة؟ طبعا انا مشبك الكلام على اساس ان هو سهل وانه كله مثال واحد بس لما باجي اتكلم بيطلع ايه؟ بيطلع لا خد بالك يعني ايه؟ ان ده بيتنطق ينطق دال. انتوا عايزين سبورة كبيرة على فكرة. احنا عايزين سبورة كبيرة كده مش هينفع. نرجع دي شويه لورا كده كده كفايه ايه دي بيتنطق حرف الدال او اعمله كده الدال اللي هو الدي بينطق دي اللي هو الدال ايه دي احنا بنقول ايه دي مش اي تي ايه دي لكن ده 70 60 50 لكن ده بنقوله 80 يعني 80 9 9 19 19 90 90 او احيانا ممكن نقول 90 لا 90 ممكن في اللغه الدارجه ممكن تمشي برضه في حاجات كده الواحد بيقعد يفتكرها لان اللغه في الشارع تختلف شويه عشرين بعد كده رقم عشرين هيبقى بقى هناخده مع عشرة اخدنا عشرة تن عشرين تلاتين اربعين خمسين اللي هو انتوا اخدته بس احنا هناخد عشرة ومية والف المرة الجاية ان شاء الله كده ونقول لكم بقى ايه طب واحد وعشرين اتنين وعشرين بس مش عايز بقى ايه اكتر يعني اقف هنا شوية انا خايف اصلا يكون الدرس كبير وتقيل فما اعرفش يا رب يكون استفدتوا. اتكلمنا عن حرف ال L اتكلمنا عن حرف ال L وقلنا انه بيتكتب بالشكل ده ولو سمول ممكن تعمله زي كده صغير او تشبكه بالمنظر ده وقلنا رقم 11 11 عندي 11 حاجة اسمه 11 لكن الحادي عشر 11 12 12 انما 12 الثاني عشر بعد كده 13 13 او 13th تزود ث 14th 15th الخامس عشر فكله بتزود ث ما فيهوش اي 15th 16th 17th كلهم بيتنطعوا انك بتحط ال th وتنطق ث في الاخر زي كده ايه 13th كلهم بنفس الطريقه بتزود th وتحط تنطق ث يديك الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر من يوم كذا او المركز او حاجه زي كده انما كل دول نفس الطريقه 40 30 40 50 60 70 كلهم اخرهم تي واي التي اللي هو زي التي حرف التي 30 40 50 60 70 80 90 شايف او من غير ته ولا حاجه انما ده لازم 50 ما ينفعش في في ما بيجيش منه ده انما 40 60 انما 60 لا 60 ده لازم تقول الته يعني دول الاثنين دول لازم تنطق حرف الت
ده الخمسين، الخمسين والستين لازم تنطق حرف الت، التانيين ممكن انك ما تنطقوش، لكن ده لازم تنطق 50 و60 لازم تنطق حرف الت. وفي اي دي الت بتتنطق دال شويه، اي دي. ده كل حاجه عن حرف ال ومعاها شويه الارقام اللي بتمس حرف ال والتكمله بتاعتهم. يا رب تكونوا استفدتوا وما يكونش ايه الدرس تقيل عليكم. بشكركم جدا، وان شاء الله نتقابل الدرس الجاي باذن الله، ويا رب تكون المره الجايه السن معانا. نشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.